اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك جديدنا. حقائق لا تعرفها عن هذا العالم. في هدنة عيد الميلاد المجيد بين ألمانيا وبريطانيا، خلال الحرب قامت جنود من الطرفين بالمشاركة في مباراة كرة القدم في منطقة الحياد. تثبت الأبحاث أن حيوان الدولفين يطلق أسماء على عائلته وأصدقائه. آخر شخص قام بالمشي على سطح القمر قام بحفر اسم ابنته على سطح القمر، والذي سيبقى محفورا لآلاف السنين. سمك القرش هو السمك الوحيد القادر على الرمش بكلتا العينين. يحتوي جسم الإنسان على 60,000 ميل من الأوعية الدموية، وهو ما يكفي لتغطية مساحة الكرة الأرضية بأكملها. فراء الدب القطبي هو في الحقيقة شفاف لا لون له. ذاكرة السمكة الذهبية تستمر لـ3 ثواني فقط. تستطيع أنثى الفار أن تنجب 2000 فار في العالم. تم عمل البطاطس المقلية أول مرة في بلجيكا. يمكن إضاءة ثمرة مخللة عن طريق تمرير تيار كهربائي من خلالها. بعض أنواع الزواحف تمتلك أكثر من 20,000 سن. هناك قرية في النرويج اسمها الجحيم. أول شخص يحصل على الجنسية الفخرية للولايات المتحدة الأمريكية هو وينستون تشرشل. يمضي حيوان الكسل معظم عمره في شجرة، وقد يموت وهو متمسك بها. تختلف الجاذبية من مكان لآخر على سطح الأرض. أكبر نبات على سطح الأرض هو فطر العسل، الذي يبلغ طوله 3 كيلومترات ويوجد بولاية أوريغون بالولايات المتحدة. الزئبق الأحمر هو مادة خيالية اشتهرت منذ عام 1970، وزعم أنها المكون الأساسي لأسلحة الدمار الشامل. يزن لسان الحوت الأزرق وزن الفيل، ويتساوى وزن قلبه ووزن سيارة صغيرة. هناك بحيرة زهرية اللون في أستراليا، ويرجح العلماء لونها لنوع من البكتيريا. أعلن العلماء أن هنالك نوع من قناديل البحر لا يموت، فهو قادر على تجديد خلاياه دائما، وتنتهي حياته فقط إذا تمت مهاجمته والتهامه. رقعة القراصنة ليست فقط من أجل تغطية العين المصابة شكليا، ولكنها ضرورية لرؤية أفضل.